تعرضت لها أثناء مزاولتي للمهام بالبلدية، ذلك أنه في سنة 82 استدعاني السيد العامل أحمد العلج آنذاك بعدما اتفق مع النواب البرلمانيين الحاج محمد لطفي، صالح المزيلي، محمد بن الحبيب على تغيير اسم تيزنيت. ولكن في هذاك الوقت طقنا الادوار، كل واحد واش قال، وملي ملي وصل الدور ديال سي بلعماشي أطال الله في عمره، وهو اللي كنت حسب انا ربما ما غادي يخوي بيا كذا، هو قال قدام العام واحد الكلمه، اسمحوا لي نقولها حتى انا قدامكم، لان هذوك الناس من الاجتماع يعني المبرر ديالهم باش يغيروا الاسم ديال تيزنيت، قالوا بانه الناس تيعايرنا، تيقولوا لنا تيزنيت زنا، تيزنيت فيها الزنا والعيالات وكذا. المهم بالعماشي ملي وصل الدور ديالو قال في الكلمه ديالو: اسيدي هاد الناس غير يخليو تيزنيت ويحسبونا كلنا ولاد القحط.